انه اللي كيستافد اليوم في المغرب هم تجار الازمات، هم المضاربين، وهم الشركات المتعدده الجنسيات اللي كتنهب وكتسرق الاموال ديال المغاربه. لكن الحكومه هاملهم، لا تعير اي اهتمام الوضع ديالهم، الى درجه انه كاين المعاش اليوم الذي لا يتجاوز 500 درهم. لذلك الطبقه المتوسطه والفقراء عانوا الامرين من هذا الارتفاع الجنوني لاسعار المواد الغذائيه الواسعه الاستهلاك، الى درجه ان الاسر المغربيه اليوم ولات عندها صعوبه تغطي النفقات ديال الغداء، فما بالك في الصحة والملبس إلى غير ذلك. الغداء اليوم السلة الغذائية أصبحت صعبة المنال بالنسبة للفقراء والطبقة المتوسطة والطبقة العاملة. لذا رسالتنا لصناع القرار السياسي للحكومة المغربية، ضرورة بمكان زيادة عامة في الأجور وفي المعاشات ديال التقاعد. حينما أتحدث عن التقاعد، المتقاعدين والمتقاعدات أدوا خدمات جليلة في هذا الوطن، لكن الحكومة هاملهم، لا تعير أي اهتمام الوضع ديالهم، إلى درجة أنه كاين المعاش اليوم الذي لا يتجاوز 500 درهم خاصة بالنسبة لذوي الحقوق، بالإضافة إن الحد الأدنى للمعاش هو 1500 درهم. بالله عليكم 1500 درهم واش اليوم يمكن لها تغطي النفقات ديال السلة الغذائية ديال يومين ولا ثلاث أيام؟ فما بالك انه خصو هذا 1500 يخلص منها الكرا ويعطي الوليدات اللي عاطلين على العمل، وكنشوفوا دكاتره معطلين حاملي شهادات عليا اليوم. هذه جريمه في حق هذا الشباب اللي كيقرا ويوصل لاعلى شهاده ومن بعد لقاوه في الشارع يتعرض للاعتداءات الى غير ذلك. لذا رسالتنا لرئيس الحكومه انه كان املنا من هذه الحكومه ان تغير المنطق، تغير المقاربه السياسيه والاقتصاديه، لكن لا شيء تغير في هذا الوطن. الوضع المعيشي في تدهور، الطبقة العاملة تؤن وتعاني، أسر المغربية الفقيرة، إلى درجة أنه الجائحة ديال الكورونا خلفت 3 مليون ديال المغاربة اللي تدحرجوا إلى عتبة الفقر. زيد عليها عود العطالة، المعدل ديال العطالة مرتفع. أضف إلى هذا أنه اليوم كل شيء كيعاني. لهذا رسالتنا إلى السيد رئيس الحكومة، هذاك الحوار الاجتماعي راه حوار غير مقبول بتاتا، لان خصنا حوار اجتماعي اولا مؤسس يكون عنده قانون ويدبر بطريقه والنتائج ديالو ملزمه لكل الاطراف، ومنها اساسا زياده عامه في الاجور وفي المعاشات، مراجعه النظام الضريبي، مراجعه الضرائب كامله اللي نازله على واحد المقاولات الصغرى والمتوسطه والصغيره جدا، غير الى درجه انه ما يزيد على 25000 مقاوله سدات السنه الماضيه، بمعنى من سدات 25000 مقاوله سرحت العمال ديالها. هذه السنه 250000 مقاولة صغيرة والصغرى والمتوسطة مهددة بالإفلاس إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات حقيقية، مراجعة نظام الضريبي، تأهيل المقاولة الوطنية ودعمها، لأنه اللي كيستافد اليوم في المغرب هم تجار الأزمات، هم المضاربين، وهم الشركات المتعددة الجنسيات اللي كتنهب وكتسرق الأموال ديال المغاربة، والمغاربة يعانون ولا من يرد البال لهذه المساحية النضالية. أمال كابل بريس.